طيب خلينا نبتدي حديثنا النهارده عن مباراه اللي امس وفوز النادي الاهلي على فريق مصر مقصه، الفوز رقم 9 على التوالي، ما شاء الله لا قوه الا بالله بالنسبه للفريق في بطوله الدوري. انتصار كان مهم جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري في الحقيقه، خصوصا في ظل الانتصارات المتتاليه والاداء الجيد، بس بالتحديد امبارح عشان اكون حقاني مع حضرتك، كل اداء كان متوسط وده شيء طبيعي جدا ومتوقع، خصوصا في ظل توالي المباريات وارهاق بعض اللاعبين وغياب البعض الاخر، فطبيعي جدا يكون الاداء كده. مبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي هذا الفوز، او فوز متاخر شويه، لكن الاهم دايما دايما في المراحل اللي زي دي اللي بيبقى فيها ضغط مباريات وفيها بعض العقبات اللي بتواجهك، سواء اصابات سواء اجهاد بعض اللاعبين، انك تكسب الثلاث نقاط، سواء بقى على الصعيد المحلي او الصعيد الافريقي، يعني سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا دور المجموعات او بطوله الدوري العام، انت في مرحله حصد النقاط، هو ده الهدف الاساسي بالنسبه لك. طبعا كلنا بنرغب اكيد اكيد اداء يكون احسن من كده، على غرار الاداء اللي كنا بنشوفه في البدايه مع مستر فايلر بالتحديد لحد مباراه الاتحاد السكندري. لكن زي ما بقول لحضراتكم دايما، بعض الفترات وبعض المراحل الهامه بيكون الاهم فيها هو الفوز بالمباراه والثلاث نقاط، علشان انت في نفس الوقت بصراحه انت بتحبط الايه؟ المنافسين. ابرز المنافسين بالنسبه لك حتى لو هم مش منافسين هذه المرحله هو نادي الزمالك وبيراميدز. لما انت بتكسب وهم بيتعثروا وفي نفس الوقت حتى لو هم هيرجعوا في المنافسه هيجي لهم حاله احباط نسبي كده لما يلاقوا الاهلي بيكسب، وما شاء الله محليا ما حدش بيقف قدامه، ما شاء الله يبقى التحدي الافريقي هو الاهم، عشان لازم نعيد ونزيد في الجزئيه دي، افريقيا يا جماعه هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي، محليا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ما حدش قادر على الاهلي. لكن افريقيا المنافسه قويه وقويه جدا كمان. فبالتالي في بعض الجوانب المهمه جدا اللي لازم نتكلم فيها وبالتحديد عن مستر فايلر ومباراه الامس. في بعض الفترات كده كان دايما دايما بتحس ان انت ما عندكش كوتش في الملعب، المدرب على الخط مفيش، ما كانش فيه فترات كتير مع النادي الاهلي، ما كانش فيه بصراحه عشان نبقى بنتكلم بصراحه. لكن الفتره الحاليه احنا عندنا كوتش، حتى لو هو ابتدى بشكل ممكن يكون غريب بالنسبه للبعض، لكن هو بيجرب ليه؟ لان هو عنده اريحيه كده كده في بطوله الدوري، الراجل عنده لعب 9 ماتشات فخد 27 نقطه، انتصارات كلها ما شاء الله، وفي نفس الوقت المنافسه بعيد شويه حتى لو المقاولين هو اللي قريب منك، لكن انت عندك اريحيه في تجريب بعض الامور. انت لما بتجرب دلوقتي بتجرب ليه؟ عشان تشوف الحاجات اللي هتجربها دي تنفع معاك في بطوله دوري الابطال ولا لا. لكن الاهم والاجمل تعديل الوضع في الشوط الثاني. دايما الشوط الثاني هو شوط المدربين، شوط الكوتش اللي يقدر يدير المباراه، اللي يقدر يقراها ويغير فيها، وده اللي حصل امبارح مع مستر فايلر.